إخوان، السلام عليكم. تبارك الله عليكم. احنا الإخوان متواجدين عند أحد متتبعي القناة، تبارك الله ما شاء الله. ندود الماكينة ديال الإخوان هذه تدير النقش على المعادن، تنقش على الحديد إن شاء الله. الإخوان راه عند من صوبنا الريدال ديال البيكوب، وإن شاء الله الإخوان غادي نشاركوا معكم المراحل تبارك الله وكيخرج الريدال. الناس اللي شافوا معنا الفيديو الاخوان اعطيونا الراي ديالهم، واللي بغى شي خدمه يتواصل مع الاخ. حنا نخليو نمرة التليفون ديالو. اللهم يسر. هنا الاخوان هادو بعض النقوش، تبارك الله. صراحة الاخوان يعني تجي الخدمة فينيا بالنسبة للخدمة، اي حاجة بغيتي يخدمها يخدمها، الزواقة يخدم، البيبان يخدم، اي حاجة. وهنا الاخوان تبارك الله هذا الباب هذا خدم تبارك الله طروادي. هذه اختها ديك النيت تحتها.
وهنا الاخوان هذا الريده اللي صوب لينا. صراحه الاخوان خدمه تبارك الله متخونه والله يسخر الجميع. هم الاخوان يعني كل شيء اي حاجه ديال الصدور تيخدمها تبارك الله. النقش على الحديد تبارك الله هذاك الشيء خير الحمد لله. المهم الاخوان راح تخليو نمره التليفون ديالو، واللي بغى شي خدمه ولا بغى يصوب شي زواقه شي باب شي كراج ولا يتواصل به سيد الله يعمر خيمه والله يسخر الجميع. هنا تبارك الله فاش ركبنا في الطوموبيل تبارك الله جا ما شاء الله. اليوم انا الاخوان اللهم يسر، تحياتي للجميع.